به الحكاية صارت البارح نهار السبت 30 أوت. بديت الحكاية قدام منطقة الأمن الوطني بحومة السوق جربة. توجهت غادي أنا والمرافق الأمني متاعي، أنا معناها تحت الحماية الأمنية اللصيقة عندي أكثر من عام. طبعا مباشرة بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي أنا وليت تحت الحماية، زاد خطرني مهددة بالقتل. تحولنا الغادي باش هو عنده تنسيق امني مع قاعه العمليات غادي، خاطر ما نجمناش نتحصلوا عليهم بالتليفون، متحصلش عليهم، دونك نقلنا سيتي جوست بهذا حكايه التنسيق. وصلنا وقفني قدام المنطقه في الكهرباء نتاعي، معناها قدام الزملاء الامنيين، هذوما امنيين بالزي، مش نبدا معناها تحت حمايتهم. ودخل على روحه بالطبيعة، عرف بروحه بالمهمه اللي يقوم بها، وهما ديجا في بالهم معناها الامن في جربه كل في باله بوجودي والتنسيق موجود ويتبعوا فيا وين نمشي ويعرفوا كل شيء. كهو دخل قعد بتاع شويه، بعد ربع ساعه انا سخنت في وسط الكهرباء، هبطت من الكهرباء وقعدت بحذاها. قعدت حكيت الدرج اللوطة، بعد واحد من الأمنيين بلهجة حادة جدا كرهبة شكون هذه، قلت له راي كرهبتي وراني تحت الحماية الأمنية وراهو زميلك مرافقي متواجد الداخل في المنطقة. قال لي اش معناها مرافقة أمنية وشكونك انت حتى باش يحطوا لك مرافقة أمنية، وبدا يصيح ويعيط وهز كرهبتك من هنا. قلت له المرافق حطها وهو يعرف شو يعمل، انا مش بنبدل بقعتي خاطرني مهددة بالقتل ونخاف باش نبعد من هنا. هكا قال لي شبيك تتجبد، وبداو يصيحوا ويعيطوا وجاوني معناها وشدوني بعنف وبداو يعتديوا عليا ويسبوا كل شيء. وفي نفس الوقت خرجوا اعوان اخرين بالزي المدني من داخل، دخلوا ديريكت في الحكاية وضربوا. كي سمع المرافق السياح خرج يجري حاول يحميني معناها، وعاود عرفهم بروحه وبالمهمة اللي يقوم بها. ياخي كيف كيف دزوه سمعوه الكلام معناها، فما حتى شكون قالوا معناها حرام فيك الكارت سيرفيس، سمعونا او ميم طون شدينو هو باش ما يحمينيش، وانا الاخرين كركرو فيا للمنطقة الداخل. بالطبيعة الركل المشطة والكفوف وكل شيء في وسط الساحة القدامية متاع المنطقة، كيف كيف كملولي ضرب وكل هبط في القاعة وباقي اضرب. دخلوني الداخل يضربوا، وش كنت خايب روحك وانا نقول راني مواطنة عادية، حتى حد ما عندكم الحق تعملوا له هكا. قلت له انا ما قلت لكش انا اللي عطيتك اسمي، لا قلت لك انا شكون ولا قلت لك راني مواطنة، وهما باقي يضربوا. انت وبعد التحق بي المرافق، اتصل بالجهات المسؤولة على حمايتي في تونس، نسقوا مع رئيس المنطقة اللي قام باستقبالنا في بيروه. دخلت حكيت له الحكاية، بهت هو قال لي ما في باليش وكان جيت هنا ما يصيرش وكل شيء. انتخ طون زاد على بابا باش يخلط عليا رئيس المنطقة، قال لهم راهو باش يجي خليه يدخل. فما رانا الا يزيدوا يكملوا يتعرضوا له ويعتديوا عليه لفظيا وجسديا. ودخل بابا كيف كيف وصاهم على امي كيف كيف تتعرض لاعتداء، زاد هي بون مش جسدي مي لفظي، ما خلاولهاش سمعوها الكلام. المرافق كيف كيف سمعوه الكلام. كهو كي تمسكت انا باني نشكي، مشيت هزوني المركز الاستمرار في حومة السوق. انا دخلت للمركز، السيد اللي باش ياخذ المحضر طلع، هو اللي هو رئيس المركز، طلع من الاعوان اللي اعتدوا عليا معناه. رفضت وزدت عملت اتصالات اخرى دونك بدلوه، وعملت المحضر متاعي ومتمسكه باش نشكي اليوم. انا علاش نحب نشكي؟ مش على خاطر لينا بن مهني، لينا بن مهني مش اول تريحه تاكلها، مش اخر تريحه باش تاكلها ساسي سوء. متمسكه بالتتبع العدلي، خاطر مش اول مره تصير، وسامحنا قبل وقديش باش نسامحوا معناها. ابارامون كي تسامح الناس ما تفهمش انه سماح، تزيد تقدم القدام.
متمسكه خاطر صحيح انا مشكورين كيما انتوما كيما برشا اعلاميين اخرين معناها والمجتمع المدني كسوسوا هنا في جربة، معناها الناس خرجت من ديارها خرجت من نومها وصيبت عائلتها نساء ورجال وديجان وكل شيء وخرجوا جاوني قدام المركز وساندوني سواء من الرابطة من النقابات المختلفة المجتمع المدني بصفة عامة وحتى مواطنين هكاك جاوني بأنا لقيت المساندة هذه كل خاطر يمكن لينا وخاطر مدونة فما بالك بالمواطن العادي شنو يصير له في وسط مركز. أنا يوميا تجيني كم نخدم برشا على الموضوع هذا يوميا تجيني مساجات على الفيسبوك ولا حتى تليفونات ناس تشكيلي من تصرفات هكا. اليوم كي تمشي كي تجي تحكي على حكاية هكا يقولك لي الله غالب أكسيدون وحالات معناها شاذة وما هيش لبخاتيك أوه سي با فغي. هذه قاعدة تصير كل يوم نحكي ما نشراو في حتى تغيير في حتى تقدم القدام. خرجوا الأمنيين بكي وأبرياء من دماء شهداء واخذوا النقابات وكل شيء وبعد قعدوا مدة هكا زعمة رايدين وبعد رجعوا مش رجعوا هم عمرهم ما قصوا ما قويوا في دوزة القمع وتجاوز صلاحياتهم وكل شيء. والله وجعتني برشا الحكاية خاصة اللي أنا جاية باش نرتاح أولا جاية عاملة عملية زرع كيلي وتوا تعبة شوية الطبيب بعثني باش نرتاح 3 أيام وجاية زادة أنا حبيت نخدم دي ريبورتاج باش ندعم السياحة في جربة بلاني جاية نعمل في مشاكل لا حد شيء حبيت نعاون الجهة اللي معناها اللي أنا ننتمي لها الأصل متاعي وكل شيء جاي باش نعمل البيه باش نعاون فما راني الا نلقى روحي معناها نتعرض لاعتداء ومن نوع هذا ما نعرفش لاني داخله عليك لبسيف لبسلاح لبرشاش لبحط شيء ضلي جميع الرشاشات يستقبلون بالاحضان هما دونك ما نعرفش اللي صار خطير برشا كما قلت لك خاطر مش في علاقه بلينا بن مهني راه في علاقة بالوضعية العامة في البلاد هذوما الأعوان قبل ما يسيئوا لينا بن مهني ولا للتوينسة ولا للمواطنين ولا اللي تحب أنت يسيئوا للزي اللي لبسينه يسيئوا لوزارة الداخلية هذه أكبر إساءة عملوها معا. أي باش ما نكذبش معناها فما السيد رئيس المنطقة كما قلت استقبلني وحكي معايا بكل احترام وسمعني للأخر واعتذر لي البارح معناها اعتذر لي أكثر من مرة. اليوم الصباح زاد عاود اتصل بالوالد الصباح واستدعاه وقدم له اعتذاره معناها قال له راهو الغلط صار وراني تأكدت وما هيش تكذب واللي صار صار والأعوان اعتدوا عليها للأسف هما استعرفوا واعتذروا للأسف ما زلت فما ناس تقول لينا تكذب ولينا درشنوا ولا يعطيوا في ديفيرسيون أخرين. أنا هني كنت واضحة الاعتداء صار لي قدام المنطقة ثم داخل المنطقة ومعايا مرافق أمني من نفس الوزارة اللي ينتمي يقولها الناس اللي اعتدوا عليا زاد هو تعرض لاعتداء.